ولمن ان شاء الله حتى شاهد قصتك اذا انتشرت لانها تستحق الانتشار صراحه. الله يطول عمرك. انت ما ذهبت الى البشر، انت توجهت الى رب البشر لانه هو القادر على حلول الدنيا، وتوجهت الى الحل الحقيقي اللي بيد الانسان، هو الحل الحقيقي. انت تقول انا ما سويت الا الدعاء، انت سويت كل شيء، انت سويت الفعل الصحيح يعني. يا سلام. على طاري المرض هذا، اصيب به ولد اخوي وقابله فهد، يمكن قابله بعض الشباب، اسمه عبد العزيز. عبد العزيز هو استسقاء في الدماغ. نعم. فعبد العزيز كان يعني بشكل كبير يعني، لدرجه انه الاطباء كانوا مقررين انهم يعني يقتلونه وهو في بطن امه، او انهم يتخلصون من الجنين. كان الاطباء يقول الا، فاخوي اصر قال لا، اللي اعطاه الروح الله وأنا اخذ منه الروح الله. انا لن اوقع عليه ورقه ولن اسمح، وبأرجي فيها الله سبحانه وتعالى، وتوجه الى الله سبحانه وتعالى. الشاهد بالموضوع انه فعلا لما ولد كان راس الطفل كبير مره. نعم. مره كبير. فسوى له عمليه وجلس فتره طويله، انه ركبوا له زي اللي اللي هو. نعم. بدال الانبوب هذا، بحيث انه المويات اللي في الراس تتوزع في الجسم. والحمد لله الان هو في صف ثاني متوسط بخير وصحه، وشاعر، وتراه من متابعين القناه ويعرفكم واحد واحد. طبيعي الحمد لله ما فيه الا صح، والله نعرفكم واحد واحد ويتابع للقناه، وعنده حساب تيك توك حتى بث فيه فتره في جلده ابوه. ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، بطل بسم الله عليه. ودامك طريته ترى جسمه قوي. والله جسمه قوي. لا وراس، والله انا راس. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز له مني هديه خاصه جدا جدا جدا، لاني احس في داخله باللي حسيت به. الله احساسك والله اني لا هديه توصل له باذن الله انها تملى عين. الله يرضى عليك. اعتبرها وصلت يا ابو خالد. لا والله والحمد لله لقر عينك. والله ما قلت عشان والله يا جماعه احنا دائما نتكلم عن الاب والام. والله يا جماعه والله ان احساس الاب في عياله يعني، انت تعرف قدر ابوك. انا متى عرفتهم صح؟ لما جوني عيالي. عبد الله ولدي كان خديج، يعني ولد وعمره سبع شهور بدري تولد. والله يا جماعة والله أن وزنه، أني أذكره جلس في الله يعز الدولة، يعني كنت مودي أمه لمراجعة، كانت تعبانة فيها ضغط، فقالوا أنه ما في عندنا طواري، حولونا على مستشفى أهلي. قالوا الآن وافق مستشفى الحبيب على حساب الدولة. يعني حتى أذكر لما انتهت العلاج عبد الله كانت فاتورة فوق 400,000. لا إله إلا الله. على حساب الدولة. الله يعزه ويطول عمره. الله يعزه. فعبد الله لما ولد كان وزنه تخيلوا 700 جرام. لا اله الا الله. 700 جرام اقل حتى من كيلو. اقل من الكيلو. والله يا جماعه الخير اني اذكره في يعني هذا كبر 700 جرام عبد الله ولدي. لا اله الا الله. فجلس في العنايه المركزه تقريبا ما يقارب 24 يوم. حتى اذكر يوميا اجي يزود وزنه الطفل الطبيعي، كان يزود بشكل طبيعي 50 100 50 100، يعني ايه 50 100 لين وصل. طبعا هو الان من 2 كيلو، لما وصل 2 كيلو اكتبوا له خروج بعد 24 يوم. لا اله الا الله. فاللهم لك الحمد. الله يعز دولتنا. وشعور الاب، انا حاسب شعورك لما تكلمت تقول انت اعطيتني درس في الحياه. فعلا مثل هالمواقف هذه يعني انت ما تتعلق في الاطباء، هو اكيد هم سبب، لكن الواحد ما يتعلق فيهم، يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني ابو خالد والله الله يصلحك خالد، هذا اقدر اقوله. امين الله يجزاك. وانت اليوم قدمت رساله ودرس لنا جميعا. الحمد لله. والله يثبتنا وياك. امين. الله يصلحكم اعطاكم ويبارك فيهم ويجعلهم قره عين لكم ويجعلهم صالحين مصلحين يا رب العالمين. زياد متورط ودنا عنده ولد عشان يعطيه قصه. زوجت يقول ودي اعطيه قصه زيه. والله حسيت في مجاكه. حسيت في تحدي. فهمت؟ والله انا معك ان شاء الله بالحال والماء وشربنا. طيب انا اسمحوا لي بس لان الناس الان وحنا وقتنا من ذهب. لا انا بنقنع بالزواج يا ناصر، هذا اهم والله العظيم.